السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. ما تنسوش أخوتي لايك الفيديو وتعليقكم بخصوص الموضوع. الفنانة المغربية دنيا باطمة كطلب دعواتكم مع هاد الشخص اللي عزيز على قلبها واللي دار حادثة. فانتم اخوتي غادي تسمعوا شنو قالت، وغادي تسمعوا شنو قالت كذلك على جديدها الفني اللي غادي ينزل هاد الايام. فغنخليكم مع الفيديو. هلو، كيف حالكم؟ توحشتكم بزاف. البارح رجعت من السجن عطلة شوية باش ننزل لكم جديد very soon ان شاء الله شي حاجة خرافية توب. شفت حماسكم المش طبيعي، حماسكم صراحة اوف، والله صدمتوني فاجأتوني، ولكن الجديد يستحق الحماس، يستحق الانتظار. اغنية زيديني بعنوان زيديني اللي غادي تنزل ان شاء الله في القريب العاجل مع محمد الامير، مع عماد وكذلك صلاح. شكرا بزاف على هذا الابداع اللي خرجنا به البارح، شي حاجه طوب غادي تسمعوها قريب ان شاء الله. شكرا على الحماس ديالكم، شكرا للصحافه اللي هكا كلشي متح. طيب حاجه اخرى بغيت نتكلم فيها، بغيت كاع لي فان ديالي كاملين وكاع الناس اللي كيبغوني، كاع الناس اللي متابعيني، انهم يدعيو بالشفاء لواحد الشخص الاسم ديالو علي. كان صحة سلام، دار اكسيدان و مبقاش كيقدر ينوض، مبقاش يعني وعكة صحية شديدة بزاف. دونك كنتمنى انكم كلكم تدعوا له بالشفاء، انه يوقف على رجليه ان شاء الله وبالشفاء العاجل يا ربي. دعوا معاه في ميزان حسناتكم ان شاء الله، فالله يشافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين يا رب. فهنا اخوتي غنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.